البلف تم التاخير ديالو 29/1 من اجل اعداد الدفاع، لاننا جينا حنا سجلنا النيابه ديالنا على الطرف المشتكي، وكذلك حضر زملاء اخرون من مدن اخرى مغربيه سجلوا مؤازرتهم للمتهم محمد المديمي والتمسوا اجل لاعداد الدفاع، والمحكمه ارتأت تاخير الملف 29/1 لا بالنسبه للطرف المدني ولا بالنسبه للمؤازرين ديال المتهم الى الجلسه ديال 29/1. كذلك الزملاء ديال الذين يؤازرون المتهم تقدموا بطلب رامي الى منح السراح المؤقت، الذي بعد مناقشته بعد عرضه وبسطه ومناقشته من طرف الزملاء ديال الدفاع ديال المتهم تم حجزه للمداوله لاخر الجلسه. هو المساله ديال المطالبه ديال الزملاء المتهم بالسراح المؤقت هي مساله عاديه، هي في اطار تاديه الواجب المهني الذي هو ملقى على عاتق الزملاء الذين يؤازرون المتهم، وبالتالي حتى ولو كان المتهم معتقل في قضيه اخرى بالنسبه لهذه القضيه هذه تقدموا فيه بطلب من اجل منحه السراح المؤقت، لان حتى المحكمه عندما تمنح المتهم السراح المؤقت راه تقول في واحد الملاحظه ما لم يكن معتقل في قضيه اخرى، وبالتالي هذا كان غير من الجانب ديال على حسب المنظور ديالي انا، كان من الجانب ديال التاديه ديال الواجب، لانه ربما انهم يرون على ان في هذا الملف هذا والمتابعات الصق ديال المتابعه المسطره من طرف النيابه العامه انه يجب ان يكون في حال صراح حتى ولو كان معتقلا في ملف اخر، ولكن بالنسبه لهذا الملف هذا في منظورهم حسب منظورهم وحسب قناعتهم القناعه ديال الدفاع ديال المتهم على انه خصهم يطلبوا ليه السراح المؤقت حتى ولو كان معتقلا، ولكن في هذا الملف هذا الوضعيه الجنائيه ديالو خصها تكون في حال صراح، هذا حسب قناعتهم. هو لا يمنع حتى ولو كان معتقلا في ملف اخر، ليس هناك ما يمنع انهم يتقدموا الطلب ديال السراح المؤقت، لان هذه هم الوضعيه الجنائيه ديال المتهم. المساله ديال القضاء، القضاء ماشي اولا المتابعه اللي كاينه هي ماشي في على الشخص ديال المديمي في حد ذاته، ولكن ما قام به المديمي الافعال التي قام بها وذاك التقرير الذي خرج اللي خرجوا المديمي والجهات اللي وصل لها ذاك التقرير والاتهامات اللي كاينه في التقرير والاقوال اللي كاينه في التقرير، هذا هو الذي هو اللي بحط اتهام امام المحكمه، وبالتالي فالشخصيه ديال المديمي كشخص قد يكون الشخصيه ديال المديمي عندها واحد المكانه خاصه عند المجتمع المدني والناس كيقدروه، ولكن ما قام به هو كشخص وما فاه به من اقوال وما حرره في ذلك التقرير الذي ادلى به، هذاك هو اللي بحق ديال المجتمع، وبالتالي كنظن على ان المجتمع المغربي او حتى القضاء في حد ذاته هو بغض النظر عن الشخصيه ديال المتهم، هو الان بصدد دراسه والبحث والتقصي في متابعه سطرتها النيابه العامه، وهذه المتابعه هناك حجج ودلائل وبراهين هي الان بصدد مناقشتها من القضاء، وعلى الجميع ان يحترم القضاء وعلى الجميع ان لا يحاول التاثير على القضاء، لان القضاء الان يبث في متابعه سطرت من طرف النيابه العامه، كما قلت لك كل ما سيمكن تداوله امام القضاء من خلال المناقشه الشفهيه والحضور لهاته الوقائع قد تؤدي الى تبرئه المتهم او قد تؤدي الى ادانته حسب القناعه ديال المحكمه. القضاء هو ملاذ الجميع، القضاء ملاذ الجميع، والقضاء في 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 المؤسسه في داخل المؤسسات هو كيحمي الجميع. لا اظن على ان هناك مزايدات ولا اظن على ان هناك حسابات شخصيه هنا، لان الا رجعتي للملف ديال المدني غتلقى واحد مجموعه ديال الوثائق ومجموعه ديال الفيديوهات ومجموعه ديال الاثباتات اللي هي اللي جرات السيد اللي جرات المديني الى المحاكمه امام القضاء، وبالتالي كل ما جاء من تصريحات من حوله ليس حتى واحد ما يزيد علينا، ما تكونش هناك مزايدات، لا اظن على ان كاين واحد وطني اكثر من الاخر، حنا كلنا وطنيين، كنا كنحبوا الوطن، كنا كنحبوا الملك البلاد، كنا عندنا غيره على الوطن ديالنا، وبالتالي باش تبقى الامور في النصار ديالها وباش تبقى القناعه ديال كل واحد في مكانها، علينا ان نسمي الاشياء بمسمياتها، علينا ان نتعامل مع هذه القضيه على انها ملف عادي بحال الملفات، وان نترك القضاء يقوم بالواجب ديالو يعني. في حاله ما اذا كانت هناك الادانه راه كاينه عقوبه حبسيه، كاينه عقوبه حبسيه يعني حسب قناعه القاضي، لان كاين الحد الادنى وكاين الحد الاقصى وكاينه ظروف التخفيف وكاينه مجموعه من العوامل تدخل، وبالتالي كتبقى السلطه التقديريه اللي عند المحكمه، خصنا حنا اللي نقلبوا عليه هو واش غتكون الادانه ولا ما غتكونش الادانه، وهذه المسائل كلها بطبيعه الحال ترجع الى قناعه الهيئه ديال المحكمه، وبالتالي علينا ان نترك القضاء يقوم بمهامه، كل واحد من الجانب ديالو الدفاع يقوم بالمهام ديالو، سواء كان الدفاع ديال المتهم او الدفاع ديال المطالب بالحق المدني، وكذلك ان لا ننسى دور الاعلام، لان الاعلام هو عنده واحد الدور فعال ودور حقيقي باش كيوصل المحاكمه للراي العام.